بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. الحمد لله الذي لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، لا يفنى ولا يعيد ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. الحمد لله الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، الظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحس ولا يمس ولا يمس، لا يصرف روحنا لا بالكم ولا بالكيف ولا بالجسم ولا بالحد ولا بالروح ولا باللون ولا بالطول ولا بالعقل ولا بالحركه ولا بالسكون، وما من حركه او سكون الا باذن الله تعالى تكون. فمهما تصورت لذلك فالله لا يشبه ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اخوانه النبيين والمرسلين واهل بيته الطيبين واصحابه الطاهرين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى من سار على هداهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، مجددا مع فاس. فاس، قرات اليوم صباحا في تويتر احصائيه أو استفتاء يقول مفاجأة اقتصادية إن أقدر بلد يستوعب الحب أهل فاس. من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الطبيعي
الطبيعي أن يكون المدح برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الطبيعي أن يكون كلامنا وإشارنا مستلهما من ما قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله هذا البلد بلد من أهل السنة والجماعة على المذهب المالكي على المذهب الأشعري، وكلكم أو كلكم يعرف ويسمع من هو معاشر، والمذهب الذي كلمه معاشر الذي قام على عقيدة الأشاعرة ابتداء، وعلى ذلك كان يحفظه الكبار والصغار على حد سواء. إخواني أخواتي، في نهاية هذه الكلمة أود أن أتقبل من ملك البلاد ومنكم جميعا بالتهاني بعيد الأضحى المبارك وبعيد سيدي ومولاي إدريس، وأتقدم أيضا لكم بالتهنئة بمناسبة هذا الإعداد العظيم لهذا الاحتفال الكبير. نشكر الجميع الذين اهتموا اهتماما بالغا في إنجاح هذه الاحتفالية العظيمة. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشامية ومسك الختام ختام هذا المهرجان وفي ريادة هذه المجموعة المتألقة المجموعة العلمانية